انتوا جهاد فوق. انتوا جاقول ايه؟ يعني ما نمكش تعترف؟ عليا اهلا اهلا يا كبير خطا عزيز، انا ورد المخزن. افارم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ انت اربس حبتين اللي مشويه هيجل. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه هيموت طالع من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموت هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس، ما تخافش انا مش هزيك. انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على يدك يا كبير، مش عاوز. زين قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جنابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول دلوقتي. جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقالهم شوي. ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ ظهر ان صحتك جات على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع عمري جنابك. اقول 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 قناه سيدوني هيعملوا قناه عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمه واحده اخلي اكبر حته في قدك ده. ولا ليه؟ انا هديك عينه مؤقتك ده عشان تفكر مليون مره قبل ما تفتح خشمك يا اشرف. امر يا كبير. اعمل الصح. تامر يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناه اعمل لي عشره. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. امر جنابك.